المشاهدون الأعزاء بكل خير ومحبة. نفتح اليوم قضية الأحزاب والشباب. ما هي التعددية الحزبية؟ كيف الحزب ينمي الشباب؟ وكيف الشباب ينمي الحزب؟ هل هو الحزب قادر على تنمية الحياة السياسية بالأردن؟ هل ما زلنا نعاني من ضعف الوعي السياسي في الأردن؟ وكثير من التساؤلات. فلذلك نستضيف اليوم ضيوفا أعزاء علينا وعلى قناة نورمينا وهم مخضرمون. نستضيف اليوم معالي ابن البلقاء ابن عشائر عباد. هو مخضرم رائع بكل ما تحمل هذه الكلمة. قسم على كتاب الله أن يخدم الأردن وأن يخدم الملك، وها هو ينفذ هذا القسم بكل أمانة وبإخلاص. نرحب بمعالي الدكتور ممدوح العبادي. أهلا وسهلا بكم علي. شكرا لك. نائب تشريعي رقابي من الطراز الأول، يعمل بما يؤمن ويدع الظن لمن يشاء، يعمل بما يؤمن ويدع الظن لمن يشاء، يرضي ربه ومن ثم يرضي نفسه، وغاية الناس رضاء لا يدرك. نرحب بسعادة النائب السابق الدكتور معتصم العواملي. أهلا وسهلا بك سعادتك. أهلا بكم. شكرا، شكرا جزيلا. الأحزاب لا تغطي فئة الشباب كاملة، أو أن الشباب لا يتجهون للأحزاب. معالي ممدوح العبادي، برأيك معالي الدكتور ممدوح العبادي، عدم اقتناع الشباب في الأحزاب هل هو ضعف في البنى الهيكلية للأحزاب السياسية وهيمنة قادة الأحزاب، أم هو ضعف في الوعي السياسي عند الشباب؟ يعني أول شيء بدي أشكرك على هالتقدمة وشكرا على هذه الدعوة. واجبنا سيدي. لكن الحقيقة يمكن نحكي بقضية الشباب بشكل عام والأحزاب. نعم. يعني بتعرف هو القضية الحزبية هي الرافعة الديمقراطية الحقيقية مشان التعددية والتنمية السياسية وتداول السلطة وكل هذه الأمور من ناحية كلاسيكية ماذا يعني عملية الأحزاب. أما الشباب طبعا يعني بمختصر مفيد هم يعني نصف الحاضر وكل المستقبل. ولذلك أنا بعتقد بأن هناك أسباب لعدم وجود شباب في الأحزاب، وأسباب يعني خلينا أقول أكثر من سبب. السبب الأول لماذا هو العزوف؟ العزوف للتاريخ الذي مضى في بلدنا في معاملة الأحزاب، الخوف من الأحزاب. يعني الأحزاب كانت محاربة، اللي بيدخل الحزب بيدخل على السجن أو بمنع السفر أو بمنع الوظيفة أو فظلت لا زالت رغم أنه صار له 20 سنة مسموح الأحزاب، لكن لا زالت لليوم بدماغ الناس بذهنهم الأهل القديمين أنه فكك من هاي شغلة الأحزاب. وهذه يعني خلينا أقول موضوعية بدها وقت لما ينقض عليها. الشيء الثاني كمان التيارات السياسية الحزبية لا تعطي للشباب دورهم الحقيقي حتى يكونوا مثلا كل الأحزاب اللي بتلاقيها بتلاقي كلياتهم عبارة عن ناس قديمين كبار في السن ما بيعطوا فرصة للشاب يصل في المكتب السياسي أو يتقدم أو كذا. يعني ما زال القائد يهيمن على الحزب. ولذلك مرات بتقول إنه عدم مشاركة الشباب في الأحزاب هي عقاب لهذه الأحزاب أكثر منه يعني عزوف حقيقي. نعم. بل عقاب لهذه الأحزاب. لذلك أنا بعتقد بأن عدم اشتراك الشباب بالأحزاب له مبرراته، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تبني من قبل الأحزاب، يحتاج إلى أن هذه الأحزاب تعطي فرصة. ولذلك كل المعروف في التاريخ أن الأحزاب الشباب هم شقاء الأحزاب، هم اللي بيعلقوا يافطات للأحزاب، هم اللي بيهاوشوا، هم اللي بيكونوا وقود للحزبية، وقود العملية السياسية، بيضحوا أكثر اندفاعا. يعني إحنا بنتذكر أيامنا بشبابنا كيف كانت الحزبية منتشرة في الخمسينات والستينات، وكان الاندفاع كثير بين الشباب أكثر من الكبار وهم الذين يقودوا، وهم بيطيحوا بالمظاهرات وهم بالاعتصامات وهم. الآن للأسف الشديد يعني احنا كمان بنزيدها شوي، الاحزاب كلها يعني يلا 20-25 حزب، كل حزب 500 يلا بلملمهم، يعني يلا بيجوا 20-25 ألف واحد كافي. طيب 25 ألف واحد و 20 ألف واحد من 7 ملايين بده يكون يعني 2.7%. لا يوجد فعليه. نعم. ما في حزبيين اصلا. مش حزبيين. ولذلك بيظلوا للشباب النسبه الاقل من هذا لعدم هذا. ولذلك يعني انا بعتقد بان كثير
من الدول، ويمكن قبل لا اجي انا اطلعت على هذا مواقع الالكتروني انه شو الاحزاب والشباب، ندوات 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 بالاردن بالمغرب بمصر بالعالم كله، يعني ليش الاحزاب والشباب والشباب ليش ما انتخبوا بالاحزاب، وكانها ظاهره عربيه عامه اكثر منها ظاهره اردنيه محليه. ولذلك اخر يمكن تقول انه يعني عندنا وعي سياسي عند الشباب، ولكن هي العوامل الاجتماعيه التي تعيق اشتراك الاحزاب الشباب بالاحزاب. صحيح. دكتور معتصم، ما مدى قدره الاحزاب على تنميه الفكر السياسي عند الشباب؟ كيف انا بدي انا الحزب كيف بنمي الفكر السياسي عند الشاب ويطوره حتى يستطيع الشاب ان يكون قائدا سياسيا وحزبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه القناه الرائده، وشكرا للاستاذ ابراهيم وهذه الاطلاله الجميله على قناه نورمينا. وانت كريم الخلق. وصحيح انا بهني القناه بهذا التجديد فيها. موضوع الحلقة موضوع جدا مهم. بالنسبة لسؤال حضرتك اللي هو قدرة الأحزاب على تنمية الحياة السياسية عند الشباب، أنا ربما أنه بقول ما هو واجب الأحزاب تجاه هذا الموضوع. هناك واجب وعبء كبير على الأحزاب في تنمية الفكر السياسي والانخراط السياسي للشباب أكثر مما هو قدرة هذه الأحزاب. الأحزاب تستطيع والأحزاب لديها الإمكانيات بشيوخها وكبارها وقادتها لما يمتلكون من خبرة، لما يمتلكون من معارف، لكن هل تقوم هذه الأحزاب بواجبها كما ينبغي تجاه الشباب الأردني ذكورا وإناثا؟ الجواب هو أنا باعتقادي بأنه ضعيف، يعني لا تزال لا يوجد نشاط للأحزاب حتى يصل للشباب بطريقة صحيحة. نعم، ولربما كما أسلف معالي أستاذنا الكبير الدكتور ممدوح بأن هناك أسباب، وكما هي الأسباب لدى الشباب هي أسباب أيضا لدى الأحزاب. يعني كل قادة الأحزاب وكل زعامات الأحزاب هم خرجوا الإدارة الحكومية. نعم. وخرجوا الإدارة الحكومية، في هذه الإدارة المدنية الحكومية دائما هناك تبعية، هناك تابع وهناك متبوع، لا يعطى فيها المجال للأجيال الصاعدة والكفاءات الجديدة لكي تأخذ دورها ولكي تشارك في الإدارة في موقعها، سواء كانت هذه الدائرة دائرة لها علاقة بالتربية أو لها علاقة بالزراعة أو لها علاقة بالصحة أو لها علاقة بالداخلية أو في أي موقع من المواقع. وهذا امتداد للتنشئة الأسرية التي تبنى على أساس الأبوية والسلطة الواحدة. نعم. وبالتالي تكون مشاركة الشباب فيها إلى حد ما مقصورة على فرد وعلى قائد واحد وعلى زعيم واحد. لا شك بأننا بحاجة الآن إلى إعادة نظر في هذا السلوك وفي هذه التنشئة، بحيث يكون اشتراك الشباب اشتراك إيجابي وبناء. يعني نحن لا نريد من الشباب فقط أن يكونوا ذخيرة، يكون رقم ذخيرة 12 ليرة بالسنة وعدد، أو يعني ضمن نعم. الجولات الشبابية اللي كنت أجلسها بالموضوع هذا، يعني الشاب بيقول لك أنا برفض أني أنا أكون رقم، أنا طبعا أنا عندي طاقة وعندي فكر، لا أنا بنخرط بالعمل المؤسس المدني، أنه المجتمع المدني، بنخرط بأعمال تطوعية، ببرز قدرتي أحسن من أني أفوت على حزب رئيس مهيمن صار له 20 سنة وقاعد وما يعني ما بينشر الفكر الحزبي الجيد اللي بيخدم هاي الوقت. هو يعني نحن لا ننكر إطلاقا بأن الجيل القديم هو الجيل المؤسس والجيل الباني، هو الجيل المؤسس وهو دارة الخبرة. هذه خبرة يجب أن تستفيد منها الأحزاب، ويجب أن تستفيد منها الحركة السياسية والحياة الحزبية في الأردن، وهم الموجهون لطاقات الشباب. يعني أنا لا أطلب أن يكون شابا في مقتبل العمر قائدا أو زعيما لحزب، وإنما أطلب أن يعطي هذا الخبير
خبراته ومعارفه ومداركه وينقلها لجيل الشباب الذي كما أشار الدكتور ممدوح إنهم نصف الحاضر وكل المستقبل. يعني هذا تعبير لا يوجد أبلغ من هكذا تعبير، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إذن كلما بنينا وأعددنا من الآن هذا الجيل كلما كان المستقبل مستقبلا مبشرا وجيدا. معالي ممدوح العبادي، هل القوانين الناظمة في الحياة الحزبية والسياسية عند الشباب تساعد على تنمية الأحزاب وتقويها؟ لكن بعد الفاصل، بعد الاتصال معانا زيد. ألو، مرحبا. ألو ألو، تفضل. هلا أستاذ زيد، حياك الله. أستاذي مساء الخير. مساء النور، يا هلا، تفضل. مساء ضيوفك الكرام إن شاء الله. تفضل، مداخلتك سيدي. عندي سؤالين بس للدكتور ممدوح بعد إذنك. شرف. نعم. أحزابنا الموجودة الآن على الساحة هي أحزاب لأفراد، لأشخاص. فكشخص أو كشاب عندما أريد الانخراط بحزب من هذه الأحزاب، هي أصبح الشباب كسلم للوصول إلى منصب. لا يعني لا، ما في فكر للشاب حتى إنه يتنور فكر الشاب بالحياة الحزبية موجودة عندنا داخل الأرض. يعني أنت تقول أن الأحزاب. سؤال في النقطة الثانية مو. النقطة الثانية. سؤال الثاني. تفضل. هي أصبحت أحزابنا إلى شخصيات أصحاب نفوذ مالي، وليس نفوذ حكومي، هي نفوذ مالي أكثر منه هو نفوذ كشخص مقنع، ولا يوجد تنظيم كامل يعني أو تنظيم منظم للحياة الحزبية مثل بعض الأحزاب الأخرى، مثل مثلاً حزب جبهة العمل الإسلامي. يوجد عندهم فكر وتنظيم وسلسلة إدارية داخل هذا الحزب تفتح المجال للشباب أن يعطوا أفكارهم، ولكن أحزابنا هي مجرد أشخاص أصحاب فكرة معينة للوصول لدرجة معينة. وصلت. أشكرك جدا، وصلت فكرتك. أشكرك يا سيدي. عبد الله السواعي، تفضل عبد الله. أستاذ عبد الله، مداخلتك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور، يا هلا بيك. ومن مسي على معالي الدكتور ممدوح العبادي وعلى سعادة النائب السابق دكتور معتصم العوامي. أهلا وسهلا، يا مرحبا. وبداية أستاذ إبراهيم إن عاتب عليك، يعني عرفت على معالي الدكتور ممدوح وعطيت تعريف وما عطيت عن الدكتور معتصم. دكتور معتصم سيدي العزيز، شهادتي بيه مجروحة. لا استطيع. لا انكو عوامل. شكرا شكرا شكرا. هو بصفته هو النائب. شكرا شكرا يا سيدي، شكرا. اشكرك اشكرك. عوامل. وقبل المداخلة كمان من حي عطوفة الباشا عبد اللطيف العوامل ابو الرائد عبر قناة نور مينا. نشكرك جدا. مداخلتك سيدي العزيز. مداخلة الأستاذ اللي حكى قبلي، وحقيقة يعني انه الان اللي اتجهوا لتأسيس الأحزاب بتعرف كانوا متقاعدين يعني من الدولة، وكانوا لهم مناصب في الدولة، سواء كانوا وزراء أو مدراء أمن عام أو غيره. فبالتالي ومن ثم كان اتجاههم يعني ما كان هناك كان